الله يكفينا شر التايها. شغل التاكسي من رايد بعد يا معود وخر، ما تشوف سياره ايش قد ايش كبره قدامك يا معود؟ ما تشوف انت العده الراجل ايش قد ايش كبره قدامك؟ خلي انزل لك، انت مو مول واحد يسولف وياك. روح ابيك ولو انت عصبي، بس بسالك سؤال، هاي بيها تبريد لو لا؟ انتهى للدراجات، تخلون الواحد ما يصير عصبي. المهم نرجع لسؤالك، هاي بيها تدفئه وتبريد ومسجل كل شيء بيها وسعرها بلاش. بعد بروح ابيك، دليني منين ما اخذها. تعال خلي دراجتك بالجنطه وادليك بالعنوان. ما شاء الله تبعيدها ترجع لقلنا مسجل. دوم رمى، خلنا نروح للولد لما يصير اثنين ليل بعد. شلون اغاني حلوه؟ وهاي محلات ياسر قلواس، تعالوا وياي. السلام عليكم استاذ ياسر، شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ الله يحفظك. جايك نريد نعرف تفاصيل الدراجات والسيارات الشحن اللي عندك. لا استاذ عبد الله، حبيبي استاذ عبد الله، اكو معلومة لازم تعرفها، احنا حصرا استيراد من الصين، يعني اسعارنا تنافسية على العراق كافية. الحلو بهذا المعرض موفرين جميع الموديلات الموجودة بالسوق، والاسعار تنافسية على مستوى العراق، تبدأ من 300,000 إلى 700,000، أيضاً موفرين داخل المعرض الأدوات الاحتياطية والصيانة، وهذه أجمل دراجة شحن شفتها للأطفال الصغار، وأكيد للناس اللي متابعيني. بعد المعاينة والشراء، تقولون احنا من طرف عبد الله الخفاجي راح ينزل لكم 25,000. اليوم كنا يم ياسر قلواز، العنوان كربلاء، شارع باب طواريج مقابل جامع الحسني، بهذا المكان متواجدين. لا تنسوا اللايك واشتراك، تحياتي لكم.